سؤالي هو متى تتوقع من هذه المباراة، أي درجة تعتبرها مباراة صعبة على المغرب؟ Yes, I think we have a good chance to win. أعتقد بأن لدينا فرصة جيدة للفوز لعبنا ضد كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال. وأعتقد لعبنا بنفس الأسلوب الذي لعبنا فيه في المباريات السابقة مثل البرتغال وإسبانيا. فربما لدينا فرصة للتقدم والهجوم وحتى التسجيل. علينا لا نفتح لهم المساحات خاصة مع وجود امباكي وديمبلي ولديهم مهارات عالية جدا وسرعة. ونتمنى أن نلعب مثل ما لعبنا أمام البرتغال، ونحن نلعب بشكل جيد عندما نحارب داخل الملعب، والملعب كان ممتلئا و 80% من الجماهير تشجع فريقنا، ولذلك لدينا فرصة قوية للفوز.